بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. خلت
سنة الأولين ولو فتحنا أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب قد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم
إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى
المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا
واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات والسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين.
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.